اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه بساطه وسهوله. معانا بتنجان هنعمله مشوي النهارده بالزبادي. بتنجان دايما اقامته متحدده مع بابا غنوج متبل بناكله مسقعه، ولكن لما نعمله مع سلطه الزبادي وطحينه اكيد هيكون الطعم مختلف. ولكن نشوي البتنجان ازاي ونتلاشى المراره اللي فيه هنشوف الكلام ده مع بعض بالتفاصيل. معايا كوسه حلوه من خير ارضنا، عايز اعمل يخنه الكوسه بالمفروم. الاكله دي مش تاخد وقت كبير في السوى ولكن قيمتها الغذائيه عاليه جدا. معانا لحمه مفرومه ومعانا كوسه لونها طبعا لطيف وجميله لسه طازه، هنشوف نعملها ازاي مع طماطم واللحم المفروم بتاعنا. معانا برغل. البرغل بتاعنا الجميل الحلو فيه اكله مشهوره في المطبخ الشامي او السوري اسمها برغل بتفين. ان احنا نعمله النهارده برغل بتفين بالجزر. اما برغل بتفين يتعمل باللحمه المفرومه يتعمل بالدجاج، بما ان اللحمه المفرومه مع الكوسه فحبيت اغير منه واعمله برغل بالجزر. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وفضلت الجزر عن اي نوع خضار تاني مع البرغل لان البرغل من البقوليات الجميله الحلوه اللي بتحتاج زي الفريك كده بتحتاج حاجه طريه معاها لما تستوي تطري معاها وتبقى لطيفه وجميله. مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه النهارده ممكن تكلفه قليله جدا ماديه، ولكن الفكر الطهوي والخبره العلمية فيها أكيد هتقدر دلوقتي، ونشوف إيه الأفكار البسيطة والسهلة. حلو، طاسة على النار شديدة الحرارة، بنحط فيها شوية زيت خدها هنا، ونحط في الزيت ده فص ثوم حلو، معانا مستر برغل، وياريت نجيب البرغل الخشن مش الناعم. البرغل ده بياخدش وقت كتير في السوى عشان كده بناكله مع التبولة، بيتنقع في مية ويتاكل مع التبولة. أكلة لطيفة حلوة لكبار السن. فص التوم الحلو، شوحت البرغل معاه. حد يسألني دلوقتي الشيف ليه حط التوم والبرغل مع بعض؟ البرغل يا أخوانا من البقوليات اللي هو القمح الخشن أو القمح الصلب اللي بيتطحن بيطلع منه برغل ناعم وبرغل خشن، ما هوش فريك. الفريك ده اللي هو القمح الاخضر عشان نبقوا عارفين. الفريك اللي هو القمح الاخضر، اما البرغل غير. برغل قمح صلب ويطلع منه برغل خشن وبرغل ناعم. حلو الكلام؟ فبيتخزن ويتحط في اكياس ويتكتب عليه تاريخ صلاحيه. زيه زي الفريك، زيه زي السميد الناعم وهكذا. ان انا احمره مع زيت زيتون وتوم شلت الشماخه بتاعت التخزين. خدته في حته تانيه، عرفت ليه بقى يا ست الكل؟ انا حطيت التومه مع البرغل هو ده، واشوحه كده كاني بحمر شعريه، والمقادير على الشاشه، الجزر عندنا هنا تلات ارباع سوا، عشان بنختصر الوقت بتاعنا، شفت البرغل؟ على النار مع زيت الزيتون مع التومه، واقلب كده. انا مش هحط هنا توابل كتير، لان عندي افتكاسه كده، هي الافتكاسه يا عم الشيف؟ الصوص اللي انا كنت عامل بيه الكوسه، صوص الطماطم الحلو اللي فيه الطعم وفيه البهارات وفيه كل حاجه هستفيد بيه. طب انا ما عنديش، يبقى هنا لازم تتبليه تتبيله حلوه. شفت بقى اهو ده الصوص بتاعنا. الله عليك، دوري في الكتب كلها، دوري في المعاجم كلها، مش هتلاقي برغل بالطعم ده، لان مش هتصادف انك عامله يخنه الكوسه بالمفرومه. خلي بالك، ننزل بالجزر. جزر مفيد جدا، من فوائده فيتامين سي، اليافه، سكرياته. الله، والله شويه برغل يا شيف تاكل صوابعك وراهم. انا بعشق بقى السكريات اللي بتطلع شخصيتها كده مع برغل، زي البسله مع الجزر، يخنه باللحمه المفرومه او باللحم الضاني. التقليبه دي حلوه، واسيبه على النار كده. كل اللي انا هعمله هحط مكعب من الزبده، برغل، فريك، يحبوا السمنه البلدي ويحبوا الزبده، فدايما تغذيهم بالحاجتين دول. هنسيبهم على النار، نجيب سرفيس حلو عشان نغرف فيه الاكله بتاعتنا. وانا بغرف الاكل كده اشرح عملت ايه. وارد ان حد من حبايبنا
جه متأخر. بدأت بشوي بقلي البتنجان، تقطيعه ثم قليته، في الآخر حطيت نعناع بعد ما شلت عروقه. كنت مجهز الخلطة بتاعته عبارة عن زبادي، عبارة عن طحينة، 3 كوبايات من الزبادي مع 3 معالق من الطحينة، شوية البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وشوية كمون. ليه حطيت كمون يا عم الشيف؟ عشان البتنجان له مشاكل مع الغازات ومع القولون، فأنا حطيت الكمون. ما فيش مشاكل مع الغازات وفيش مشاكل مع القولون، ما تحطيش الكمون. شوية بقدونس حلوين كده، لما بتشتغلي وانت فاهمه مطبخ زي ما قالت الست ام كلثوم، قالت ايه؟ واثق خطواتي يمشي ملكا. بتبقى عارفه بتعملي ايه. حطيت البقدونس في الوقت المناسب، حطيت الزبده في الوقت المناسب. هاخد الطبق ده كده زي ما هو كده، عايز شريحه دجاج مشويه واكله معاها، حته ستيك مشويه واكله معاها، سمك مشوي واكله معاها. هو ده البرغل اللي انا عملته دلوقتي. نغرف الطبق ده كده زي الفل يا عم الشيف. تعالى يا حبيبي، يا حبيب والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. الطبق ده بهديه كبار السن للأطفال، بس يا ريت تستخدمي الشوربة بتاعت اللحمة وشوربة الفراخ فيه. ما عندكيش لا ده ولا ده، ربنا كرمنا بالشوربه بتاعت الكوسه واللحمه المفرومه، شفناها مع بعض. خلي بالك ده مهم جدا، عشان البرغل ده زي الفريك، اي شوربه بنحطها فيه بيتبسط قوي، بيتكيف قوي. الاكله دي مش في المقرر، حقوق الطبع لدينا وبس. بهديها لحضراتكم وبهديها لكبار السن بالاخص، حبايبي اللي هم لولاهم ما كناش احنا على وش الدنيا، ربنا يطول لنا في عمرهم. نروق الكاونتر بتاعنا ونقول احنا عملنا ايه. عجبنا قوي يخرط الكوسه باللحمه المفرومه، طلعت معايا ازاي؟ حبا. الف انا وشيف. وعجبني كمان الطبق البتنجان ده، عايز العيش بتاعنا ابو رده الجميل الحلو ده، بالف انا وشيف. ممكن ناكله بودن قطه عادي، نتعامل مع البتنجان عادي، يتاكل بالمعلقه والشوكه والسكينه عادي، زيه زي الجمبري، زي اي نوع من انواع اللحوم، مفيش اي مشكله. البتنجان ما نستهونش بيه يا اخوانا، البتنجان قيمته الغذائيه عاليه جدا، والالياف بتاعته قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ومفيد جدا، ومفيش منه مشاكل، لا مريض سكر ولا مريض ضغط. بس هنا نحدد طريقه تسويته، يعني اذا في عاملين دايت تشويه، عاملين ما عندناش مشكله هنقليه عادي خالص. يعني ممكن نعمله في المقلوبة، يبقى لا يتشوي ولا يتقلي، يتحط في قلب الصينية ويتحمر تحميرة صغيرة، ويتحط عليه اللحم والرز والدجاج، وتبقى مقلوبة حسب اللي الطريقة اللي احنا عايزينها. بمقادير أو بمصاريف قليلة جدا، أو نقدر التكلفة المالية قليلة جدا، بس صدقوني بنبذل مجهود كبير جدا عشان نجيب نفس المقادير، نفس الماتيريال، نفس المكونات اللي تبقى معانا كل يوم. ده المجهود هنا بقى، نقدمه لحضراتكم بشكل تاني وبطعم تاني وبطريقة تانية. اللي دايما بقول تفاصيل صغيرة ولكن طعم جديد وشكل جديد. وعايز أقول لحضراتكم أهم حاجة إنك تخش المطبخ بحب. مفاتيح السعادة الزوجية هي المطبخ، لا هي غرفة النوم ولا هو الصالون ولا هو الأنتريه ولا هي الشقة ولا هو الأسانسير أنا طالع فيه ولا أي حاجة خالص. المطبخ هو مفاتيح السعادة الزوجية لكل عروسة متجوزة، لكل ست بيت ربنا يطول لنا في عمرها، لكل أم بتزور حد بتقول لهم أنا جاي لكم النهاردة بقى يا أولاد أكلكم شوية محشي من إيدي. دخلتها حماتك لازم تخش الدخلة دي، واللي مش تبقى حماتك ماما لازم تخش عليكي برضو، أعمل لك جوز حمام النهاردة يا بنتي ما أكلتهمش قبل كده. هو المطبخ بيبدأ منه الإيه؟ السعادة الزوجية. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.